سمر، هالمعرض كان لمعرض ألواح تتكلم، كان في تعاون بين نبض سوريا وفنانات أورنينا. مزبوط يا أريج، ولا خلينا نبقى بدمشق حيث أقيم على أرض مدينة الشباب معرض لتدريب الشباب وتأمين فرص عمل لهم. تفاصيل أوفى مع زميلتنا نيرمين علي عمار. الحضور بحدود 300 شخص، في عندي 25 مدرب. اخترنا هذا الاسم نحن مشان نزرع البسمه بوجوه الناس اللي موجودين ونترك بصمه بالعمل. يعني نحن كل فتره بنعمل هي الدورات التاهيليه للاشخاص الجدد اللي بينضموا لشركه المركز السوري، طبعا مع دعم جرحى الجيش العربي السوري. نحن عم نأمن فرص عمل كثير رائعه وكثير حلوه، وعم تساعد اعطاء دخل اضافي جيد لكل من هو يعمل بالقطاع العام او الخاص ويرغب بدخل اضافي، وكل من هو لا يعمل ويرغب بدخل اضافي. كنت محضر حقيبه تدريبيه متكامله عن تطوير الذات، عناوين خفيفه هيك ممكن اذكرها: الحلم، الطموح، تحفيز الاخرين على النجاح. ركزنا شوي اليوم بحقيبتنا التدريبيه على تطوير مهارات التسويقيه والاحترافيه، احتراف التسويق بشكل عام، لنحفز الناس لحتى نعطيهم حافز للنجاح، نحاول نحرك دوافعهم الداخلية. وصلتين يوم عم بتكرروا بنفس الروتين، تعلمنا كيف نحن نكسر هذا الروتين، تعلمنا كيف نحن نكون نحن مدراء أنفسنا، نحن كيف نشتغل، نحن كيف نحقق حلمنا، ما نكون نحن موظفين عند الناس، لا، نحن نسعى يكون في عنا نحن عمل خاص فينا. في شغلات قول وفعل، حركات عم يمستوها مثلا من نوع المعلومات اللي قدمونها، معلومات جديدة وقيمة جدا، عم تنعطى بمؤتمرات عالمية جدا، الحمد لله اليوم عنا هون وسطنا على طبق مبسط يعني وسلسه جدا تدخل لاي عقل بشري. بالنسبه لهي الفعاليه اخذت معنويات كبيره، ايجابيات كبيره، الصراحه ما كنت متوقعه انه اجي واحضر هيك شيء، يعني الصراحه يعني اخذت طاقه ايجابيه، معنويات عاليه. لا، هاي الفعاليه رائعه، انا بحياتي كلها ما شفت اروع من هاي الفعاليه، كثير اجاني منها فائده ماديه ومعنويه، وحبت الناس، وبتمنى كل العالم تستفيد منها وتغتنم هاي الفرصه وتكون معنا بهذا العمل.